سلام عليكم. يلا نتابع. وليد تعال تعال، عندي لك وصفة جديدة. شنو؟ تعال. وش الوصفة ان شاء الله؟ ذكت مقهى انا وابغاه يجيب نفس اللي ذكت بالضبط. السلام عليكم. حياكم الله. تعبان شوي بس ايوه ايش عندك؟ الوصفة ذي قد ذكتها. او المشروب ذا قد ذكته قبل. طيب. ابغاك تطبقه الان. شوكلت شيب، فانيلا، سيرب الشوكلت، حليب. سيرب الشوكولاتة. شوكولاتة. ايه. وثلج وحليب. طيب الحين المقادير هذه الكوب ولا تبي نسوي كوبين ولا زين؟ كوب واحد بس. واحد لا تشرب. طيب يعني بنحتاج نص طيب نحط فانيلا شوي لانها قويه ذي. تمام. وهذه بحطها كلها لانها شويه والله واجد. هذا شوكليت سيرب كنت حاسبه قهوه لما شفته. ضيف حليب بس من مكثل لان كنت حاط حليب حق قبيله تذكر يوم تنقد علي يعني احتياطا يعني بس نحن مكثرين لأنه الباقي ثلج. يلا خلاص كذا كيفك أنت باريستا حقنا. الثلج كله كيفك يا رجال. أوح والله تكثر شوي. زود زود حليب. فك طبعا فك. الحين حتى لو عندك خلاط قوي بيعلق الخلاط معك يعني بيطلع صوت انه يدور بوش. فكل خلطه خلطتين تشيله ترجه شوي ولا تحركه بملعقه او اي شيء وترجعه تقريبا. والله ريحته حلوه صراحه. جميله صح؟ بسم الله. اح انفضن. شوف في حديد هنا. طيب في كريمة حضرناها من قبل. طيب أنا أول مرة أتعامل مع ذي بس إن شاء الله مزبطه. تصلح كيك يا وليد. هذا الباقي خلينا نحطه هنا. طبعا اجتهاد شخصي ولا؟ ما أدري أنت شفته كذا شكله كان؟ والله صراحة أعطاني إياه سياحي حتى بدون كريمة. ممكن كنت ما طلبت منه. أخاف أطلب منه يقول لي ب40 ريال. طيب. يا سلام. هل فيصل بك تذوق وتعطين هل هو نفس اللي ذقته او اشياء او وزين؟ يلا بسم الله. قل الصراحه يعني انه هو يعني زين انه مو بزين. زين والله هو طيب يعني افضل ولا نفسه؟ زين زين بس انه الثلج فوق. طيب نفس اللي ذقته ولا افضل ولا اشياء عادي لا تجامل؟ صدق عادي يمكن هزين. يمكن انه زين. هذا زين. يعني شيء ايجابي. طيب. مين مكمل ذا خلاص؟ ليه؟ 4 مليون سعره، كفيني اسبوع دي. بسم الله. انا حاسة الشم معدومة عندي، بس انه طعم موكا مطور. صح. يعني نفس موكا فرابتشينو ولكنه مطور، بس الغريب انه ما اضفت يعني ما اضفنا قهوه وطعمه كانه موكا فرابتشينو. انه فرابتشينو هو معروف انه يصير فيه قهوه، بس هذا ما فيه قهوه وطعمه نفس اللي فيه قهوه. يا رب فهمته، والزبده انه يعني قريب للموكا بس انه مطور، هذا الاحساس يعني انا. قهوه. ها؟ قهوه يا المعلومات القيمه. اتعب صراحه، وزاك ما ولا كان شربته يعني. والله شكلك اشتباه كورونا ما لا قد ذا يلا.